الصلاة في المخيمات، السيد وزير الشباب والرياضة قدم اليوم إفادة بمجلس الحكومة حول مونتاج فيلم تمت فبركته وتحويره، يتضمن كلمة تتعلق بالصلاة في المخيمات، حيث أوضح السيد الوزير أولا أن الوزارة لها تعاقد تربوي لتنظيم المخيمات وفق اختصاصاتها، ويتم تحيين برامج المخيمات دوريا وإضافة برامج جديدة لها كل بحسب المستجدات، ومن ذلك ما تمت إضافته مؤخرا من برامج تتعلق بالسلامة الطرقية وحماية البيئة. ثانيا، أفاد السيد الوزير أن فضاءات التخييم والبنية التحتية للتخييم غير مهيئة ومتقادمة، ولهذا لا بد من توفير الفضاءات والانتقال إلى جيل جديد من المخيمات حتى تقام صلاة الجمعة في فضاء مجهز لإقامة الشعائر وتوفير شروط إقامة الشعائر والتنسيق في ذلك مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ثالثا، جدد السيد الوزير في مجلس الحكومة اليوم رفضه لتأويل كلامه على أنه منع للصلاة ونشر هذا الاتهام، حيث أكد أنه لم يصرح بمصادرة حق الأطفال في الصلاة، فهذا مكفول ولا يمكن لأحد أن يصادره.